حاليا نحن في موقع الحادثه اللي حصلت انهيار القالب الخشبي لمبنى محطه الرفع التابع لمشروع الخطوط الناقله الثقيله للجانب الايسر لمدينه الموصل والمنفذ من قبل وزاره الاسكان والاعمار. تم انتشال جثتين للاسف الى حد الان. حاليا باقي شخص واحد تحت الركام. نعمل كوادر مديريه مجاري نينوى بالتعاون مع كوادر الدفاع المدني لغرض انتشال الشخص الاخير الموجود من تحت الركام. حاليا تم انزال حفاره صغيره داخل موقع المبنى لغرض الاسراع بانجاز العمل. الناجين هم 11 شخص. نجوا 2 ضحايا الى حد الان، مجموع 13. الشخص الوحيد المتبقي 14. حاليا الان الساعه 1:30 فجرا نعمل مع كوادر الدفاع المدني لغرض اتمام المهمه، وان شاء الله نتمنى ان يكون الشخص الاخير ناجي من هذه الحادثه ولن ننسحب كما ذكرنا سابقا لغايه اتمام المهمه والتاكد من سلامه الجميع ثم الانسحاب من المهمة.